بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع مختار أحمد مصطفى شعلان من جمهورية مصر العربية. عرضنا له سؤال في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: ما حكم صلاة الرجل ورأسه عارية، وهل للصلاة ثياب مخصصة بالنسبة للرجال؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الواجب في الصلاة ستر العورة، وهي بالنسبة للرجل ما بين السرة إلى الركبة. هذا شرط من شروط صحة الصلاة. وما زاد عن ذلك من اللباس فإنه من الجمال ومن كمال الهيئة، ويستحب في الصلاة، قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والزينة أمر زائد على ستر العورة، ومن ذلك تغطية الرأس بالنسبة للرجل بأن يضع على رأسه لباسا يجمله، مما جرت به العادة في كل مجتمع بحسبه. هذا من المستحب، ولو صلى وهو مكشوف الرأس صلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يكون على أحسن هيئة وأجمل هيئة، لأنه في عبادة وهو واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة بتوقيع إحدى الأخوات، تقول ألف نون. أختنا تقول: أنا امرأة ملتزمة هداني الله إلى الإيمان، وقد ارتكبت قبل ذلك بعض المحرمات وتبت إلى الله، وأنا الآن سعيدة بسعادة التقوى والإيمان، فهل يتقبل الله توبتي؟ أرجو أن تدلني إلى شيء يقربني من الله أكثر، فوالله إني أصوم الاثنين والخميس، وأصوم 3 أيام من كل شهر، وأصلي النوافل، وأتهجد آخر الليل، وأدعو ربي، فوجهوني إلى ما يقربني من ربي أكثر وأكثر، جزاكم الله خيرا. الحمد لله الذي من عليك بالتوبة وحسن العمل، والذي نوصيك به الاستمرار على ما ذكرت من أداء الفرائض والإكثار من النوافل، فإن هذا علامة الخير وعلامة التوفيق، علامة القبول. وأبشري بالخير وأشكري الله عز وجل الذي من عليك بالتوبة وردك إلى الصواب، فحافظي على طاعة الله والتزمي بهذه التوبة، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال سبحانه وتعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالتوبة إذا توفرت شروطها فإنها تقبل، لأن الله وعد سبحانه وتعالى بقبولها، وهو لا يخلف وعده. فعليك بحسن الظن بالله عز وجل والعمل الصالح والاستمرار على التوبة، والله جل وعلا يتوب علينا وعليك. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: إنها كثيرا ما تحتاج إلى الشراء من أهل البضائع في الدكاكين،
وتسأل عن مخاطبتها لهم بالبيع والشراء إذ أنها محتاجة لذلك، مع أن لها ولد عمره 10 سنوات وبنت عمرها 7 سنوات. جزاكم الله خيرا. إذا احتجت إلى الخروج لقضاء حوائجك من السوق جاز ذلك مع ملازمة الستر والحجاب وعدم مخالطة الرجال، ويجوز لك أن تكلمي صاحب السلعة عند بيعها ومعرفة ثمنها، لا مانع من ذلك، مع لزوم الحياء وعدم الكلام مع الرجال إلا بقدر الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول ذهبت للحج وكان علي دين، فهل حجي جائز حيث أني عرفت بعد ذلك أنه لا يجوز الحج حتى يقضي الحاج دينه؟ الحج صحيح إن شاء الله، وعليك بسداد الدين. وقضية الدين والحج أن المدين إذا كان عنده مال كثير يستطيع أن يسدد منه الدين ويستطيع أن يحج فلا مانع أن يحج ولو كان عليه دين، لأنه مؤمن بفائض المال. أما إذا كان مال المدين لا يتسع إلا لوفاء الدين أو أقل فإنه لا يجوز له الحج في هذه الحالة، بل عليه أن يبدأ بسداد الدين. ولكن لو حج فإن حجه صحيح مع الإثم في هذه الحالة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول لقيت مبلغ 400 ريال في حقيبة طبيبتي عندما طلبتها لملابس، فأخذت المبلغ وصرفته، وبعد وفاتها أعطيت المبلغ إلى ولدها لأنه كان محتاج، هل وفيت ما بذمتي؟ أخطأتي في هذا العمل وهو أخذ هذه النقود، وكان الواجب عليك ردها إلى صاحبتها، لكن ما دمت قد أخذتيها فعليك بالتوبة والاستغفار، وعليك برد هذا المبلغ بعد وفاة صاحبته إلى ورثتها، فإذا كان لها ورثة فإنك تردينها إلى الورثة ولا تردينها إلى بعضهم فقط، إلا إذا كان وكيلا، إذا كان وكيلا عن الورثة فلا مانع أن تسلميها له، أما إذا لم يكن وكيلا فإنك تسلمينه حقه فقط وتعطين كل ذي حق حقه من هذه النقود، إلا إذا كان هذا الابن هو الوارث الوحيد لأمه فلا مانع من إعطائها كلها له. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا مستمع مقيم بالرياض يقول حامد عبد النافع يسأل ويقول هل قراءة القرآن الكريم في المناسبات والمآتم بالفلوس هل هذا جائز، علما بأن ذلك يستمر لمدة أسبوع في بعض المناطق؟ والدهون جزاكم الله خيرا. إقامة هذه المآتم بدعة وإثم وضرر على الأحياء والأموات، وهي عادة سيئة من عادات الجاهلية، وقراءة القرآن فيها بدعة ومحرمة، لأن القرآن يصان عن مثل هذه المناسبات البدعية، وإذا أخذ القاري أجرة على ذلك فإن هذه الأجرة حرام، لأنها في مقابل عمل محرم ومشاركة في البدعة، ولأنه امتهن القرآن وجعله حرفة يتكسب بها في هذه المناسبات البدعية. اتخاذ القرآن للتكسب أمر لا يجوز، لأن تلاوة القرآن عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل ولا يطلب بها طمع الدنيا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن بناء القبور بالطوب الأحمر أو البلوك الإسمنتي، هل ذلك جائز أم أنه محرم وفقكم الله؟ إذا لم يوجد غيره فلا مانع من بنائها به، لأنها تدعو الحاجة إلى ذلك، أما إذا وجد غيره من الطين القوي أو الحجارة فهي أولى. نعم. يقول زوجة تعاني من مرض نفسي وهي تطلب الطلاق، مع أن معاملاتها مع أولادها والأشياء التي في بيتها معاملة سيئة لمرضها، ما رأيكم في تطليقها؟ لو طلقتها هل أكون آثمة؟ هذا راجع إلى الداعي إلى الطلاق، إذا كان الطلاق دعت إليه حاجة، كان تكون ليس لك بها رغبة أو تكون هي أيضا لا ترغبك، فإن في الطلاق مخرجا لأنه حل للمشكلة. أما إذا كانت الأمور صالحة بينك وبينها، أو كانت محتاجة إليك بأن تكون مريضة وتحتاج إلى
أن تبقى في عصمتك من أجل الإنفاق عليها ومن أجل رعاية مصالحها، فالأولى بك أن تمسكها وتحسن إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من المنطقة الغربية تقول عين نون ها، تقول أنا مستمعة لهذا البرنامج المفيد وأسألكم جزاكم الله خيرا، إذ أن لي مشكلة وتتمثل في الآتي. أنا فتاة أعمل معلمة منذ مدة من الزمن، وأبي يحب المال حبا شديدا، فقد رفض زواجي في بداية الأمر ليقبض من مرتبي شهريا. أخيرا أرغمني على الزواج برجل لا أرغب الزواج منه ولا أريده ولا أريد العيش معه، لذلك رفضت هذا الزواج، وهو أبي مصر على زواجي منه ويهددني بقوله يحرم عليك الزواج من غير هذا الرجل. والذي دفعه إلى ذلك طمعه في الراتب، وحتى يزوجه هذا الرجل إحدى مولياته ولمصالح تعود عليه هو شخصيا، وليس لي منها إلا الشقاء والتعب والحياة التي كلها جحيم لا تطاق، وأنا بطبيعة الحال لا أريد هذا الشخص على الأطلاق، وإن بقيت على هذا الحال إلى الأبد. ولا أشك أن هذا المرتب أصبح مصدر شقاء لي وضياع في هذه الحياة. ما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ هل تنصحونني بترك العمل أو ما هو الحل في نظركم؟ جزاكم الله خيرا. هذه ظاهرة سيئة حدثت في هذا الزمان، وهي أن أولياء النساء يمنعونهن من الزواج من الأكفاء من أجل الحصول على رواتبهن من الوظيفة، وهذا خيانة للأمانة التي حملهم الله إياها، لأن هؤلاء النسوة أمانة عندهم استرعاهم الله عليها لينظروا في مصالحها، وأعظم المصالح تزويج المرأة من الكفر. قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فتحجر هذه المرأة من وليها ومنعها من الزواج طمعا في مرتبها فيه أضرار عظيمة على المرأة، حيث يفوت عليها شبابها ورغبة الرجال فيها، ويفوت عليها حصول الذرية التي قد ينفع الله بها، ويفوت عليها مصالح عظيمة. والمرأة إذا فاتها الزواج في أول شبابها فإن أنظار الرجال تنصرف عنها، ويحصل لها ضرر عظيم بذلك. فعلى الأولياء أن يتقوا الله عز وجل، وألا يضروا بمولياتهم من أجل مصالحهم، فإن هذا خيانة للأمانة وتضييع للرعية التي استرعاهم الله عليها. هذا من ناحية الطمع في مرتب البنات أو النساء الموليات من قبل أوليائهن. وأما إرغام المرأة أن تتزوج بزوج لا تريده ولا ترغب فيه فهذا لا يجوز، وليس للأب أن يجبر موليته ولا لغيره من الأولياء من باب أولى أن يجبر مولياتهم على من لا يرضين بهم أزواجا لهن. لا بد من رضا المرأة وموافقتها وأخذ رأيها في من يراد تزويجها منه، ولا يجوز تحجيرها على شخص معين وإجبارها على الزواج منه، هذا أمر محرم خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من استئذان النساء في من يتزوجن وأخذ رأيهن ورغبتهن في ذلك. وأما القضية الثالثة وهي أشد، وذلك بأن لا يزوج المرأة إلا ممن يزوجه، ويكون زواج المرأة مشروطا بزواج مرأة أخرى، فهذا هو الشغار المنهي عنه والنكاح الباطل. فعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في مولياتهم وأن يحسنوا الرعاية ويؤدوا الأمانة وينصحوا لمولياتهم، فإن هذا خير لهم وخير لهن، وفي ذلك من المصالح للجميع ما لا يعلمه إلا الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تستشيركم شيخ صالح، تقول إن هذا الراتب سبب لها هذه المشاكل وهذا العناء، وتقول هل ترون أن تبقى في البيت وتترك هذا العمل طالما أن النتيجة هي ما توصلت إليه؟ إذا لزم من هذا العمل وهذا الراتب ما إضرار بها فإنها تتركه وتستقبل الزواج.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول: فاتتني الركعة الأولى من صلاة الجمعة، فصليت الركعة الثانية وقمت بصلاة الركعة التي فاتتني، فهل صلاتي صحيحة؟ ماذا أعمل؟ نعم، من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها، فإنه يضيف إليها أخرى وتتم له جمعة. أما من أدرك أقل من ركعة بأن جاء وقد رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يدخل معه وينويها ظهرا، فإذا سلم الإمام فإنه يقوم ويأتي بصلاة الظهر. يسأل أيضا شيخ صالح ويقول: في بعض الأحيان أشعر ببقايا طعام في فمي أثناء الصلاة، هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ هذا لا يؤثر على الصلاة، ولكن عليك أن تنظف فمك من مخلفات الطعام بأن تستعمل السواك قبل الوضوء وقبل الدخول في الصلاة، من أجل أن يتنظف الفم وتطيب رائحته. نعم. كنت أظن أن القصر في الصلاة عند السفر بالخيار، وكنت أصلي الصلاة رباعية، فما حكم ذلك؟ وماذا أعمل في الصلاة التي صليتها رباعية، علما بأن مسافة سفري كانت 1000 كيلومتر، وخاصة أنني لم أتذكر عدد الصلوات التي صليتها لأن سفرنا كان متكرر. القصر في السفر سنة ليس بواجب، ومن أتم فصلاته صحيحة، فالإتمام جائز ومجزي ولله الحمد، والقصر أفضل، فما فعلته يكون خلاف الأولى وصلاتك صحيحة. نعم. تقول: كنت مسافرة وأذن الظهر وأنا في المطار على وشك ركوب الطائرة، وفي بلد الوصول أذن العصر فصليت الظهر والعصر جمع تأخير، فهل أصبت أم ماذا أعمل؟ إذا كان دخل وقت الظهر قبل ركوب الطائرة فالواجب أن تصلي الظهر، الواجب أن تصلي الظهر، وإن جمعت إليها العصر فلا بأس بذلك. إذا كنت في أثناء السفر وكان المطار خارج، كان المطار خارج بلد الإقامة، أما إذا كان المطار داخل بلد الإقامة ودخل وقت الظهر قبل ركوب الطائرة فالواجب أن تصلى الظهر في وقتها وتصلى العصر عند الوصول إلى البلد الآخر في وقتها. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: نحن مقيمون في نجران وذهبنا إلى جدة لقضاء شهر رمضان، جلست عند ابنتي في الطائف 2 أسبوع، كنت أقصر الصلاة، وفي جدة عند ابني كنت أقصر الصلاة، فقال لي ابني: بيت ابنك مثل بيتك، صل الصلاة الرباعية رباعية، فصليت الصلاة الرباعية رباعية، فما حكم ذلك وماذا أعمل؟ أما قوله إن بيت ابنك مثل بيتك فهذا غير صحيح، ما دام أن بيتها وسكنها في نجران وهي إنما جاءت زائرة فإنها تكون مسافرة، ولكن إقامتها أكثر من 4 أيام وهي تعرف ذلك، تعلم أنها ستقيم أكثر من 4 أيام، فإنها يجب عليها إتمام الصلاة، لأن السفر انقطع وصارت مقيمة وحكمها أحكام المقيمين، فتصوم رمضان وتتم الصلاة. أما إذا كانت لا تعرف الإقامة ولا تدري كم هي فإنها لا بأس أن تقصر الصلاة لأنها ما زالت مسافرة. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: إذا اشتريت سلعة بالتقسيط سعرها بالنقد أقل من سعرها بالتقسيط، فما حكم ذلك؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. لا بأس بذلك، لأن سعر المؤجل أكثر من سعر الحال، هذا شيء معروف عند الناس. نعم. كنت أخرج الزكاة بالشهور الأفرنجية وليس بالشهور العربية، لأن أموالي في بلد يؤرخ بالتاريخ الأفرنجي، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ المهم تمام الحول، فإذا تم حول على المال الزكوي وهو 12 شهرا فإنها تجب الزكاة، سواء بالأشهر الأفرنجية أو بالأشهر العربية. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن محافظة لحج المستمع حسن محمد قرقور يسأل ويقول: إذا دخلت المسجد والمؤذن بدأ في الأذان، هل يجوز لي أن أجلس حتى ينتهي من الأذان ثم أقوم وأصلي تحية المسجد، أم لا يجوز أظل واقفا حتى ينتهي من الأذان ومن ثم أصلي تحية المسجد؟ الأفضل أن تظل واقفا وتتابع المؤذن، تقول مثل ما يقول، فإذا فرغ المؤذن وأتيت بالدعاء الوارد بعد الأذان فإنك تصلي تحية المسجد، من أجل أن تجمع بين الفضيلتين، متابعة المؤذن والإتيان بتحية المسجد.
ولو دخلت في تحية المسجد من أول ما وصلت وتركت متابعة المؤذن جاز ذلك. وأما الجلوس فلا ينبغي أن تجلس حتى تصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول: أختكم سين 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 تسأل وتقول: عندما جئت لأداء العمرة أول مرة لم أحرم من الميقات، حيث أنني لم أكن أعرف، وبعد ذلك أديت العمرة مرات عديدة طوال 4 سنوات مضت، فهل هذه العمرة التالية تجبر الأولى أم أن علي فدية للأولى؟ جزاكم الله خيرا. العمرة التي تركت فيها الإحرام من الميقات وأحرمت من دونه مما يلي مكة، هذه لا بد من فدية، لا بد من ذبح فدية عن ترك هذا الواجب، لأن تذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة وتوزعيها على فقراء الحرم جبرانا لهذا الواجب. أما بقية العمر التي بعدها التي أحرمت بها من الميقات فهي عمر تامة ولله الحمد، لكن لا تغني عن ترك الواجب في العمرة التي قبلها، لا بد من جبرانه بالفدية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وأمر أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحية من زميلي فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.